مشاهدي ومتابعي تونس الرقمية تنزل نميريك، اليوم ثلاثة نحن موجودين في مرشي غرامبيليا باش ناخذ فكرة على أسعار الخضر الغلال واللحوم الحمراء والبيضاء والأسماك. الفلفل اليوم في مرشي غرامبيليا على 2000، الطماطم على 2500، البطاطا موجودة على دينار، أنا على 4000. مناسبة باهية. من قداش لقداش؟ الهبة 36، المخل 24، الجمانة 32، والعلوش على قداش يخدم توا؟ العلوش يخدم توا من 40 ل 44. باهي، نحكيو شوية على السلعة متوفرة. لا السلعة متوفرة ما غالية، في السوق غالية ياسر. السلعة متوفرة موجودة، أما في السوق غالية ياسر. ما نعرفش هي متكلفة على الفلاح غالية ولا مازال ما نعرفش كيفاش مخبينها للعيد. السلعة في السوق غالية غالية على الاخر. العلوش تو قداش لقداش في السوق؟ يعطوا معاش برشا على العيد. اي معاش برشا. العلوش نتصور باش خاطر موجود هو، نتصور باش يتيح شوية. ما يغلاش كيما العادة. أقل واحد قداش يكون؟ من 800 حتى المليون و 200. من 100 مليون و 100. والحل تو شنو باش تنقص شوي؟ لازم يجيبوا لنا شوية علوش من برا. العلوش من برا هو اللي يطيح العلوش نتاعك. باش تنقص شوية الأسواق؟ باش تنقص الأسواق بشوية. دجاج على 9300، خبز دجاج زر دجاج على 13 دينار و 500، الكبدة على 19 دينار و 800، والسكالوب على 16 دينار و 500. وسكالوب على 16 دينار و 5. يا مشير يا حمراء يا سمير يا جراد يا مشير ويا سكابر يا حمراء يا بوري يا مشير يا حمراء يا مشير.